في العام 1980 كان إسماعيل في فترة أجت له هي قلق دائم. مالك يا إسماعيل؟ بقول له لك يا تمام نفسي أعمل إشي أحكي فيه القضية الفلسطينية من خلال اللوحات، من بداياتها إلى مسيرة الشعب المظلوم إلى أحلامنا. بعدين رجعت في يوم من برا على البيت لقيته حاطت لوحة على الأرض مديدها مسافتها 6 متر بارتفاع متر، قاعد يرسم فيها 4 أشهر. هو يوطي ويقوم يومي يومي يعمل فيها قد ما بيقدر. منذ الهجمة الكبيرة والوحشية على الشعب الفلسطيني من أجل البترول إلى أن كان فيها ضحايا والأسرى وأطفال الحجارة وجيش التحرير الفلسطيني والوفاق الوطني إلى آخره لغاية ما نحصل على التحرير. فكان هذا الحلم تاعه يحققه لأنه نفسه ينقله للعالم كله. هذا الحلم كان كله موجود بهذه اللوحة.